قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. كسبوا السيئات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير الآية عن ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذين كسبوا السيئات هم الذين عملوا الشرك، قال لأن الله لم يذكر لهم حسنة، ولو كانوا من أهل الإيمان الذين خلطوا عملا صالحا وعملا سيئا لذكر لهم الحسنات والسيئات. قال شيخ الإسلام ولما لم يذكر لهم حسنة دل على أن السيئة التي اغترفوها هي سيئة الشرك لأنها لا تبقي معها حسنة. قال والذين كسبوا السيئات، عندهم سيئات محضة. قال شيخ الإسلام وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه السيئة الشرك يا أخوانا، لأن الشرك يمحق ما كان معه من العمل. قال سبحانه وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. 18 رسول ديل بعدهم ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عمل مو زي عملي أنا وعملك أنت، ده عمل رسل. خلي بالك هذا العمل اللي بيحبط عمل رسل لو أشركوا، وحاشاهم هم ما بيشركوا الرسل، لكن الكلام لي أنا وأنت ننتبه. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. في ناس بيجي يوم القيامة بعمل عظيم من الإحسان والصدقة والبر والحج والصيام، عمل عظيم. ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربنا قال أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وربنا قال أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. بالله يتخيل لك رماد انت بتجدع الرماد ده وبتكشح في الهواء في يوم شديد الرياح بتلقى منه ذرة تاني. اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. عباد الله لابد نحن نكون أخوف من الشرك من أي حاجة تانية. إبراهيم الخليل عليه السلام وهو الذي كسر الأصنام بيده، هدم الأصنام بيده، وعاد قومه في التوحيد وأضرموا له النار ولعوا نار كما قال ابن كثير حتى بلغ لهب النار عنان السماء، وشالوا إبراهيم بالمنجنيق ورموا فيها، وربنا برد عليه النار فصارت عليه بردا وسلاما. بعد ده كله
يدعو ربنا يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف إبراهيم بيخاف، لأن الشرك يدخل على الإنسان من حيث لا يشعر. يتوكلت على فلانه، على الله وعليك، يدخل عليك الشرك. الرزق قل منك، تكتب لك ورقة الشرك دخل عليك. تمشي تزور قبر بتاع زول ميت، تعتقد انه فيه البركة، الشرك دخل عليك. تحلف بالله، ومرات تحلف بالخوة وبيجناك، وتحلف بالكسرة، وحاتك انت وحد شيخ داك، الشرك دخل عليك. عشان كده يا ناس نخاف. قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. دي الأذلة يا أخي، أذلة يوم القيامة. ربنا قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المتقون ده يوم القيامة، الإنسان بيصيب الحسرة لما يشوف المتقين أولياء الرحمن، الناس اللي عبدوا ربنا مخلصين له الدين، يشوفون يوم القيامة مكرمين وفدا، زمر، مكرمين، معظمين. تتلقاهم الملائكة أن سلام عليكم، الملائكة ترحب بهم وتزفهم مكرمين إلى الجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين ديلاك إلى جهنم وردا. زي البهايم اللي بيقرعوا فيها مودينا على الموية، ينهروا بيجاي وينهروا بيجاي على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ربنا قال وترهقهم ذلة، وبعد ما لهم من الله من عاصم، ما في حد يشفع عليهم، ما في حد ينجيهم، ما في حد يقدر يتكلم. وعانت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الناس في صمت مهيب، والمجرم المشرك ما في حد يشفع له ولا يرجع له الدنيا. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ما في طريقة. ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا أخرنا إلى أجل قريب، كل ما فدا اخسأوا فيها ولا تكلمون. عشان كده هنا ربنا قال ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. ده ليه؟ لأن النفوس جوا متقطعة متألمة، يقطعها الحزن والأسى. أما أهل الجنة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دل لا خوف عليهم هم ولا بيحزنوا فيما يستقبلهم من النعيم العظيم. لذلك عباد الله علينا أن نحسن علاقتنا مع ربنا. صلي علاقتك مع ربك بالتوحيد في الأول، صلي علاقتك مع ربك بالصلاة، حافظ على الصلاة، صلي علاقتك مع ربك بالمحافظة على الصيام والحج إذا استطعت عليه سبيلا، وبر والدينك وأحسن إليهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأم فقال الجنة تحت قدميها، أمك الجنة تحت قدميها.
قدميها فسمى الجنة. إلزم أمك بصيانتها وبإطعامها إذا جاعت، وكسوتها إذا عريت، وتفقدها والعناية بها، واهتم بأبنائك، واهتم بأسرتك، واهتم بمن حولك من الجيران. اصنع المعروف وابذل الخير، اعبد الله عبادة حسنة تنل بذلك الحسنى يوم القيامة.